السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة سي بي 9 مدرج. جاتكم اليوم فيديو جديد، اليوم فيديو 16 من سلسلة تقييم الحسابات ال أعضاء الديسكورد. اليوم معي حساب ياسين. أنا شايف ما في عندك نايت هود، ما عندك جلد. شباب اللي ما عنده جلد، نصيحة، فوتوا على جلد. بما على اول مره بنتبه، انا اول واحد بشوفه ما عنده جلد بصراحه، مع انه شايف حسابات ليفل اقل من هيك وجداد اكثر. عندنا بالديسكورد اعتقد في اكثر من جلد. اذا موجود عندنا على الديسكورد، انت انا حط رابط الديسكورد تحت. فوت على الديسكورد وسأل اذا في جلدات ممكن تنضم، لا احسن ما تضل بدون جلد. التاني في كثير شغلات ممكن تستفيد منها بالجلد. على العموم خلصنا من الموضوع هذا، خلينا نشوف على البوكس. اول شيء طبعا ياسين صار له 3 شهور بيلعب اللعبه وفري تو بلاي، وقال لي للاسف فري تو بلاي. ابدا مو للاسف فري تو بلاي على فكره. ممكن انت توصل مراحل كتير كتير عاليه باللعبه بدون ما تكون تدفع اللعبه، وحسابك احسن من حسابات بعض الاشخاص اللي بيدفعوا اللعبه. لا معلوماتك بس مبين عليك انك تعرفان كيف تتصرف في الحساب تبعك. اذا 3 شهور فقط، خليني اتاكد، عندك اليزابيث ولوست فين وثلاث شهور فري تو بلاي، ممتاز جدا جدا، استمر على اللي انت عم تعمله. سوبر اويكنينج اعتقد انت مختار شخصيات مختلفة عن اللي انا كنت احبذهم بصراحة. اليزابيث اللي عندك 1-6 ومو عامل لها الافينيتي تبعها، نفسك نفس الحساب اللي قبلك نفس الغلطة. لوست فين اخذ جيم. يا شباب انا حكيت بفيديو قبل هيك، لوز فين هو الشخصيه الوحيده باللعبه اللي بتاخد يو ار ويبن لما انت تعمل له الافينيتي تبعه، فاهم شخصيه باللعبه لازم تعمل لها افينيتي هو لوز فين، كتير 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 ضروري. اللبس تبع لوز فين انت شايف، انا شايف عندك فيه ست هذا الجاكيت، انت شكله عاجبك الجاكيت فاشتريته. بس هو ولمعلوماتك اذا بدك احسن شيء ممكن تشتري مو جاكيت، احسن شيء ممكن تشتري سلاح او الهيد بيس. اخر شيء بيكون هذا بيعطي ديفنس، انا ممكن عندي مشكله مع الديفنس بس افضل بصراحه انك تاخذ السلاح او الهيد بيس. اذا انت فري تو بلاي وحابب تستثمر استثمار صح بالجيمات تبعك، اشتري لبس اليزابيث ينزل بجيمات طبعا. واعتقد بلش جمع من هلا لاسكانور الذون، لانه ما بتوقع يكون عندك مجال تجمع لكينج، لانه حيجي خلال شهرين انا بتوقع. فخلال شهرين كفري تو بلاي ما اعتقد يكون عندك قدره تجمع 900 جيم لحتى تاخده 100%، فبتجمع لاسكانور. بعد ما تظبط تيمك الاساسي تبع البي في بي بتبلش تجمع لاسكانور. اعتقد انت عملت استروسا لانه الالتي تبعه عالية، اثنين المفروض تعملوا اثنين سوبر اويكنينج، لانه بعد الثانية بصير تدفع. شباب اذا انتم في شخصيات من الكوين شوب ناقصينكم، حاولوا تجيبوا شخصيات الكوين شوب قبل ما انتم تستخدموا البلاتينوم كوينز تبعتكم عشان السوبر اويكنينج. يعني عندك واحد اثنين ثلاثة، استنى خلينا نبدأ من تحت، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة، سبع شخصيات نفس الاكونت اللي قبلك، سبع شخصيات من الكوين شوب انت ما عندك اياهم. قبل ما انت تبلش تسوي سوبر اويكنينج لشخصياتك، حاول تجمع هدول الشخصيات، لانه سبع شخصيات بيرفعوا لك البوكس سي سي تبعك وممكن تستخدمهم بالمستقبل لشيء باللعبة. انت عامل الحركة صح، ممتاز انه اليزابيث هي لساتها ليفل 1. خلينا نشوف كم شخصية ناقصك بالحساب. ناقصك 10 20 29 شخصية، من 29 هدول سبعة فيهم موجودين بالكوين شوب، فحاول انك انت تشتريهم هدول. بس بما انك فري تو بلاي يمكن البلاتينوم كوينز مو كثير متوافرين عندك. من الشخصيات اللي عندك اياهم الاس اس ار، اعتقد الشخصيات اللي لازم تطورها هون فالنتي وديث بيرس. ديث بيرس اعتقد راح يكون مفيد لك مستقبل. انا مو شايف عندك كينج اوف فايتر، هاي كينج اوف فايترز ممتاز. عندك اوميجا، اذا كان عندك كيو ما عندك كيو كينو. ما عندك جوثر الاخضر كمان. هلا اوميجا ممتاز
فيك تساوي بتيم البيرس تبعك بما انه ديمون مليودس تبعك ليفل 80، بس انا اللي مستغرب منه انه ديمون مليودس الاخضر انت مساوي 80. انا عندي بالحساب لهلا مو مساوي 80 لديمون مليودس الاخضر، ما بعرف انت ليش مساوي 80، ما بعرف اذا انت بتستخدمه او لا، بس ما اعتقد حدا بيستخدم ديمون مليودس الاخضر. بس عندك يعني عدد محترم من شخصيات ليفل 80، 15 18 شخصية فيك تسويهم أكتر. حاول ترفع أوميجا روجال ديمون مليودس هذا مشان الهيل ديمون كريمزن، هذا الكينج مشان البي في بي سب. أعتقد هذول شخصيات الاس اس ار اللي ممكن ترفعهم هون. ممكن ديان هي إذا بدك شخصية تعطي ستاتس حلوة بس مو مضطر عليها، وفالنتي مشان الهيل ديمون جراي إذا ما عندك التراش اسكانور الأخضر. اسكانور الأخضر 4-6 عندك. بس بشكل عام يعني الأكاونت تبعك مو سيء، بس مثل ما قلت لكم شباب حاولوا ما تعملوا سوبر أويكنينج للشخصيات، هذا لازم يكون 6-6. بعرف إنه يمكن ما يكون 6-6 عندك، هذا لازم يكون 6-6 واشتري له لبسه يا جماعة، اشتروا اللبس مو اشتروا له سوري، اعمل له لبس تبع الأفينيتي. إذا مو عامل تبع هذا معناتها مو عامل تبع كينج الأحمر. لما تعمل تبع كينج الأحمر ثلاث كينجات بيستفادوا، لما تعمل لكينج واحد من هدول الثلاثة بيستفادوا، هاد والأزرق والأخضر. هذا بيعطيك سلاح، والأزرق بيعطيك، والأخضر بيعطيك أعتقد أوتفيت، والأزرق بيعطيك هيد بيس. فأنت عم تخسر ثلاث قطع يعني ست، لا حتى هاد سلاح يعني سلاحين وهيد بيس عم تخسر بس مشان الأفينيتي. خلينا نشوف الأفكشن الفارم تبعك. الفارم تبعك كمان مو كتير بتفرم أنت، شكلك مو مفرم كتب أبدا، لانه انا شايف جيلة ما لها ماكس. حاول تفرم كتب نص ستامينا، خلينا نشوف قديش معك ستامينا. اعتقد تفريم حيعمل فرق منيح معك، ما عندك كتير ستامينا بورشن. وهذا ليش لساته عندك؟ يعني هذا ما عاد فيك تفتحه هلا. ممتاز انك انت ما عم تستخدم هدول، بس حاول تستخدمه على الشخصيات الصح، يعني على اليزابيث او على لوست فين. انا افضل اليزابيث اول، لانه اليزابيث ممكن تطول اكتر من لوست فين. يمكن انت عامل على استروسا، مستخدم شوي على استروسا، ما بعرف. انا لاحظت كتير ناس عم يشتغلوا على استروسا على اللبس تبعه، يمكن انا الوحيد اللي متأخر يعني اللي ما عم اشتغل. انت مشتغل هون بس وشكلك غيرت رأيك بعدين. بلش اذا بدك تبلش، بلش يا اما جوثر اذا انت ما بدك تشتغل اليزابيث. وتشيها واسبان شكلك عم تشتغل فيني. اذا هذا تيم السي سي تبعك معناتها لوست فين المفروض يكون عليه جير يو ار، المفروض ما بتوقع والله بصراحه. انا صار عندي صمت لاني انا شفتك عامل هي يو ار وهي ار هي وهي، يعني انت روحت موارد يو ار على هي. خلينا نشوف قديش معك. لا قديش معك انجريفنج ستونز، لانه انت لما بدك تساوي يو ار لشخصيه مثل مليودس خلص اللي فوق واللي تحت ما عندك. يعني انت هلا ما عاد عندك، عندك انفلز عدد محترم من الانفلز، بس لما بدك تساوي يو ار لشخصية اتاك مثل مليودس بتساوي اول شي اللي فوق، بعدين اللي تحت، بعدين اللي بالنص. لا تغلط غلطة انك تبلش هيك على اليسار بعدين تبلش على اليمين، لا. هاي بتعطي ستاتس حلوة اوكي، بس انا افضل اللي على اليمين بصراحة. اللي على اليمين اللي تحت واللي فوق حيعطوك سي سي اكتر وحيفيدوك اكتر كمان، حيعطوك اتاك اعلى او اتش بي اعلى، والتنتين بتحتاجه انت بلوست فين. خلينا نشوف بس كمان شو في عندك يو ارات. هذا اكيد مو لبان مليودس، ثواني هذا مين مليودس؟ مو فهمان شو عم يصير هون. هي لديريري، هي لكينج. تعامل ستين لمليودس يعني؟
برسلتين، هذا مليوداس وهذا مليوداس. ما بعرف شو هي، يا ريت تشرح لي بالكومنت شو هي شو الفكره يعني، ماني فهمان بصراحه بالضبط، وما حابب احكي شيء يطلع غلط، بس ليش عامل الاثنين لمليوداس يو ار؟ هلا لو كانت هي بيرس والتاني اتاك كنت ممكن استوعب انا شو الهدف تبعك انك عم تحاول تعمل له سيت اتاك وسيت بيرس، بس اثنين اتاك وانت نفس الشيء دارييري عامل له اثنين يو ار، الاثنين يو ار يعني اللي هن ما كتير استفاد منهم دارييري، انت ما عندك غير هدول يو ار، فمعناته انت مو مسوي دارييري غير هدول. خلينا اول شيء هذا لما بدك تعمل يو ار لشخصيه لا تعمل بالنص، اول شيء اخر شيء بتعمله هو اللي بالنص. تعمل اول شيء اذا شخصيه عامله اتاك ديفنس بتعمل اللي فوق، اذا شخصيه عامله اتش بي ديفنس بتعمل اللي تحت، بعد ما تخلص اللي تحت بالاتش بي ديفنس بتروح على اللي فوق، تخلصهم تنتين طبعا تبدا يسار يمين، يعني اذا اتش بي ديفنس تبدا يسار يو ار يمين يو ار، بعدين اذا اتاك ديفنس يسار يو ار يمين يو ار، هدول تترك لي اياهم لاخر شيء، بس يصير عندك اربع ستات كاملين يو ار فوق وتحت، ساعتها بتبلش تعمل شو بالنص، تعمل يو ار. مشان شو؟ مشان انت تحاول تستفاد اكتر ما فيك من اليو ار. انا يا ريت تشرح لي ليش عامل ستين ل قصدي قطعتين بريسلتين لمليوداس. اذا كان انت فكرك انك تعمل واحدة بيرس وواحدة اتاك اوكي، بس في شخصيات اولى منه هلا تعملها، شخصيات التيم الرئيسي تبعك اللي هو تيم اوتشيها. جوثر اولى من انك تعمل سيت تاني لهذا، اليزابيث اولى، كينج اولى، مارلين اولى، بعدين بتعمل السيت التاني. انا حكيته بالفيديو تبع السيت الثانوي اللي بتعمله للشخصية تبعك. اعتقد هلا نشوف الريفرس ستيج، يمكن انت مو مخلص منها كتير لانه الاكونت تبعك 3 نجوم بس هون على فكرة، اعتقد فيك تخلص لهون ممكن من الريفرس ستيج، حاول فيها تخلص في مراحل اللي فيك تخلصهم اعتقد، يعني شخصياتك مو كلها ضعيفة ففيك تخلصها بتوقع، بس على اقل من مهلك اشتغل عليها. بي في بي المفروض تكون شامبيون 5 بالنورمال، اليت اكيد انت مو مقرب عليه، اليت 160 اف سي سي ما اعتقد فيك تلعب اليت لانه كتير راح يكون مزعج بالنسبة لك. خلينا نشوف على اليسار على النورمال بي في بي شو الوضع، انا عم حاول ما اطول بالفيديو بس انصدمت بصراحة بالجير، انه انت مشتغل على الجير مو سيء القطع تبعك، بس الخيار اللي مختاره اثنين قطعتين بريسلتين لمليوداس استغربت. ماستر 2 انت عم تلعب بي في بي، هذا تيم غريب بصراحة، ليش الناس عم يستخدموا استروسا؟ هلا بتوقع اذا بتستخدم استروسا مع زيلدرس ممكن يكون احسن، ما بعرف صراحة والله، بس انه انت عامل تيم البيرس بدون بيرس، يعني هلا اذا بنقيم جوثر بنحط روغال وديمن مليوداس بنحط هون كينج مثلا، اتوقع التيم يكون احسن. على العموم انا عندي سلسلة فيديوهات لبي في بي اذا بدك تشوف شو التيمات اللي انت بتفضلها، مع انه انت عندك تيم الالتراش جاهز ليز ولوز فين وكينج ومارلين اذا بتحب تعمل تيم الالتراش. اتوقع التعليقات اللي عندي انا لبس نفس الاكاونت اللي قبلك، لبس الجير، اختار خياراتك الصحيحة لليو ار، شو القطع اللي تساويها يو ار اول الاولوية لشو. شخصيات الكوين شوب حاول تخلصها قبل ما انت تبلش تستخدم البلاتينوم كوينز والجولد كوينز تبعتك على شخصيات على السوبر اويكنينج. السيلفر كوينز لا حدا يستخدمون على السوبر اويكنينج، قد ما انت محتاج انك تعمل سوبر اويكنينج لشخصية اوعك تعمل بالسيلفر كوينز.
انت متخيل انه انت بدك 225 سيلفر كوين لحتى تعمل له سوبر اويكنينج ليفل 1 او ليفل 1 او ليفل 2؟ يعني انت عندك 225 ستامينا ريفل، 225 ضرب 100 ستامينا، يعني 2005 يعني شي 25000 ستامينا انت عم تروح بس عشان ترفع نجمه واحده من سوبر اويكنينج شخصيتك. 25000 ستامينا، بتخيل 25000 ستامينا هدول شو ممكن تعمل فيهم انت، وكم كتاب ممكن تفرم فيهم، وكم مليون جولد ممكن تجيب فيهم. اعتقد وصلت الفكره يعني. فلا تستخدموا سيلفر كوينز، فقط جولد وبلاتينوم، وفقط لما انت يكون عندك شخصيات الكوين شوب. ما تستخدم البلاتينوم كوينز بعدين انت يكون ما عندك شخصيات الكوين شوب، لانه هدول الشخصيات انت على الاقل على يعني اسوأ الاحتمالات انت حتضطر تستنى اسبوع او اسبوعين لتعمل سوبر اويكنينج للشخصيه اللي انت جايبك تعملها سوبر اويكنينج، وانت ما عم تلعب. يعني عفوا انا ما عم اقلل من قيمه الاكونت ابدا ابدا، اكونتك جدا ممتاز، بس انت ما عم تلعب على مستوى اللي هو الاليت بي في بي الهارد كور اللي هن بيسموهم السويتي بلايرز، يعني هو بتعرق وانت عم تلعب انا لا لازم اكون اول، لا انت عم تلعب فور فان. فلما تلعب فور فان حاول انك ما تغلط اغلاط تخرب لك الاكونت تبعك. يعني انت فيك تستنى لك لما تكون فري تو بلاي، بتقدر تستنى اسبوع او اسبوعين ليرجع التاور مثلا لحتى تقدر تجيب كوينز اكتر لتعمل سوبر اويكنينج. ما تستخدم البلاتينوم كوينز اللي انت بالغصب بتقدر تجيبهم وبصعوبه بتقدر تجيبهم لحتى تشتري او لحتى تعمل سوبر اويكنينج، لا اشتري شخصيات الكوين شوب، ارفع الالتيات تبعت شخصياتك. كينج لازم يكون 6-6، جوثر لازم يكون 6-6، مارلين لازم تكون 6-6، كل شخصيات الكوين شوب لازم تكون عندك اذا عندك القدره، طبعا مو اجباري بس انه اذا عندك القدره حاول تخلي شخصيات الكوين شوب كلها عندك. حيرفع لك شيء هذا من بوكس سي سي تبعك، البوكس سي سي حيرفع لك من الاتش بي تبعك، حيرفع لك من السي سي تبعك، كل شيء مرتبط ببعضه. انا برايي مكس التي كينج، مكس التي جوثر، مكس التي مارلين، جيب شخصيات الكوين شوب وعلى البطيء بترفع السوبر اويكنينج تبع شخصياتك. سيلفر كوينز لا تقرب عليهم غير انت بالاستامينا، للاستامينا لا تشتري فيهم اي شيء تاني ولا اي شيء بالعالم، فقط استامينا. فري تو بلاي اهم شيء بالنسبه له الاستامينا، وخلص الديلي تبعاتك كل يوم مشان تاخذ الاثنين ستامينا، وفوت على نايتود مشان تقدر تشتري ستامينا بوشنز. الفريند كوينز تبعاتك استخدمهم لتشتري ستامينا، هاي بتبعتها للكل كل يوم مشان تاخذ منهم فريند كوينز. حاول تجمع ال 44 فريندز تبعاتك، وكل يوم كل يوم اذا بيصح لك تشتري ستامينا بوشنز تشتري مشان تقدر تفرم، مشان تقدر ترفع من الاكونت تبعك. فبهيك كون احنا خلصنا. شكرا لك يا ياسين على المشاركة بالتحدي، لا مو تحدي، شو كان اسمه، سلسلة. المشاركة بالسلسلة، وحاول انك تفوت على نايت هود، فوت معنا بالديسكورد اذا انت مو موجود بالديسكورد، وسأل اذا في عنا نايت هود فوت معنا، وللي حابب يشارك السلسلة حط رابط السلسلة تبع تقييم الحسابات، ورح حط رابط الفيديو اللي بيشرح فيه كيف تشارك بالسلسله، ورح حط رابط التير ليست اللي عملناها انا وعباد للشخصيات اللي بتفيدك بالبي في بي بالبي في اي وبتستاهل تطوير. راح نفسي مثل ما شايفين انا مرشح، ما بعرف ليش جاييني رشح، ف بالغصب عم يطلع صوتي. المهم اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، استمتعتوا بالفيديو حابين تشاركوا بالسلسله مثل ما حكيت لكم، ححط الرابط تبع فيديو اللي بشرح فيه كيف تشارك السلسلة بالمربع اللي تحت الديسكريبشن. واذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة وتعملوا شير ولايك كل شي بلا بلا بلا. اشوفكم على خير.